لقاح كورونا فايزر يقال ان الحمض النووي يحتوي على دهن الخنزير، هل يكون جائزا؟ لو سلمنا بذلك فالبعد عنه اسلم، لكن الكلام ما بني على حديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، هل ثبت هذا الخبر او منازع فيه؟ فانا في ريب من ثبوته، لكن لو ثبت سلمتنا، لكن لو لم يثبت فإن الله أباح أكل الخنزير عند الاضطرار، عند الاضطرار أباح ربي أكل الخنزير. فالتعويل الآن على ثبوت الخبر فنظر إلى ما يسر لمراجعته، وأن مراجعتي البعيدة فيه ضعف، لكن أحتاج أراجعه كرة أخرى.